طيب النهارده ان شاء الله هاخد اول جلاند معايا. انا قلت عندي اندوكرين جلاند، وقلت ان انا عندي فور تايبز ليها. اول حاجه بيوتري جلاند، وده اللي انا هشتغل عليها النهارده باذن الله. طيب اول جلاند، او انا هاخد كذا حاجه كده في اي جلاند. اي جلاند هتسالني عنها 5 حاجات. كل جلاند معايا انا هتكلم فيها عن 5 حاجات. اول حاجه الديسكريبشن، وهي شكلها عامل ازاي، اللوكيشن بتاعها، الامبورتنت، وكمان السكريشن هي بتفرز ايه. يبقى انا معايا 4 حاجات، وممكن كمان الخمسه يزيد، اللي هو الهرمونز ديسوردرد. اللي حصل الهرمونز بتاعها لو زاد او لو اقل، ايه الديزيز اللي هتسببه لي. فنتكلم الاول على الباتاتري جلاند. قال الباتاتري جلاند از ذا سمول جلاند انسايد اوف ذا بي سيدز، هي شبه البي سيدز اللي هي حبه البسله، تمام. وذا كونتين اوف ذا تو لوب، وهي عندها تو لوب اهو، ادي اول لوب وادي تاني لوب. طيب هي مكانها فين يا تيتشر؟ قال لي اتز لوكيتد ذا بلو اوف ذا برين، هي ورا المخ على طول، وظيفتها ايه تمام. التيتشر؟ نعم وظيفتها او الامبورتنت اي؟ هندخل بقى لسه دلوقتي. انا دلوقتي وصفتها، قلت ان هي السايز بتاعها قد البي، ماشي، وعندها تو لوب، ومكانها بيهايند ذا برين. طيب ايه الامبورتنت بتاعها؟ قال لي اتز سيكريتد ذا هرمون ذات ريجولر اكتيفيتي موست اذر اندوكرين جلاند. دي من اهم الاندوكرين جلاند عندي يا تيتشر، عشان انتي كده معلقة معايا. بسميها الماستر جلاند او المين جلاند. بسميها المين من جلاند عند المس او تقريبا. المانستر جلاند. طب يا تيتشر هي بتعمل سكر؟ نعم. بتقول ايه؟ صوت بيقطع. مين النت عند حضرتك بيسأل؟ مقطع يا مس. ايه ده النت بجد؟ عند حضرتك مقطع يا مس. الصوت بيقطع عندي انا؟ وانا اه يا شاكة في مس. نفسي كل ده؟ لا هو عندك انت كمان. شكرا. ميسي اختفى. ميسي سمعنا؟ يا ولاد سامعيني كده؟ تمام. اه طيب انا كنت بتكلم على الباتاتري جلاند، قلت الديسكريبشن بتاعها، قلت اللوكيشن، قلت الامبورتنت ان هي ريجولار اكتيفيتي موست اوف اندوكرين جلاند، يعني هي اللي بتنظم معظم الاندوكرين جلاند عندي، عشان كده بسميها الماستر او المين جلاند. السكريشن هي بتفرز ايه عامه؟ قال لي ايتش لوب اوف ذا تو لوبز اوف باتري جلاند سكريشن اوف ا جروب اوف ديفرنت هرمون، كل لوب منها بيفرز كذا هرمون معايا. طيب نيجي للبوينت دي، بيقول لي give reason the pituitary gland is the called the master or the main gland. مين يجاوب لي على السؤال ده؟ ليه ال pituitary gland بسميها master او المين جلاند؟ عشان هي رجل عشان هي اللي بتدي جلاندات كتيرة وبتعمل عشان هرمونات بترجيليت كتيرة. ال activities of الحاجات the اللي endocrine بيعملها gland. بقية الجلاند. تمام. is a secreted hormone the follicular activity of the most of the other endocrine gland. يبقى بتعمل regulated للactivity of the most endocrine gland. طيب زي ايه يا يعني تيتشر؟ ايه؟ تعال نشوف زي ايه. زي اول هرمون عندي الجروث هرمون، يا مس تاني يعني اللي ايه مسؤول regulate عن the activities of the endocrine gland؟ بتنظم الانشطه بتاعه الاندوكرين جلاند. كله يعني اول كله؟ هرمون بتديه بيتري جلاند هي جروس هرمون، اللي هو هرمون النمو. تاني هرمون بتديني هرمون ينظم السيركيت جلاند. تالت هرمون بتديني هرمون ينظم الادرينال جلاند. رابع هرمون بتديني هرمون بينظم السكريتد اوف ذا ميلك. يعني بنظم كل الهرمونات اللي هي الجلاندز العامة اللي هي رابع الخضر. هرمون، رابع هرمون ده الهرمون بتاع المامز، وبيديني سكريتد للميلك ديورنج ذا بريست فيدنج ذا بيبي. طيب خامس هرمون السكس جلاند، السكشوال جلاند اكتيفيتي هرمون، التو تاسس والتو افريت هي برضو مسؤوله عنهم. طيب رقم 6 بتديني هرمون يجريتد اماونت اوف ذا ووتر انسايد ذا بودي، بتنظم كميه الووتر اللي موجوده جوه جسمي. اخر هرمون معايا مهم في الباتاتري جلاند هو الفاشينيتد هرمون ديورنج ديليفري، اوكي، اللي هو الهرمون اللي بيسهل عمليه الولاده. تمام. عشان كده انا سميتها الماستر جلاند. يبقى لما يجي يقول لي هي ليه انا سميتها الماستر جلاند، اقول له بيكوز از سيكريتد هرمون ريجولاتوري ذا اكتيفيتي موست اوف ذا جلاند او اندوكرين جلاند. خلاص يا شباب.
طيب تعالي نشوف اول حاجه الجروس هرمون. انا قلت ان اول حاجه هو جروس هرمون. الجروس هرمون الامبورتنت بتاعته قال لي it is a control as be the growth rate of the body muscles, bone and the other organ. This is the germ line is the highest of the person will reach when they become fully grown. الجروس هرمون ده هو المسؤول عن الجروس سواء اذا كان للماسلز او للبون او للاورجن، وده كمان اللي هيحدد لي انا طولي هيبقى قد ايه وانا في الفولي جروس. طب يا تيتشر لو حصل هرمون ديستورد، لو الهرمون بتاع الجروس ده زاد او قل؟ قال لي لو حصل انكريز. أقصر نعم يعني كل ما يقل كل ما هنقصر، كل ما يعلى كل ما بالظبط. طيب لو حصل انا مش موضوع بقى ان انا قصرت قوي، لا ده انا قصرت قوي قوي، قال لي الحاله دي بسميها دوارزم. تمام، دوارزم اللي هي الاقزام. بيقول لي decrease in the secretion of the growth hormone at the child hole، يعني في الطفوله الهرمون ده قل. طيب بيقول لي الفازر الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ بيقول لي the body stop growing as a person become a dwarf، بيبقى كقزم. طيب لو الهرمون بتاع الجروس ده حصل له انكريز، قال لي هيديني حاجه اسمها دجناتيزم. يعني ايه كلمه دجناتيزم؟ هي الاعماق اللي هو العملاق يعني. بيقول لي increase in the secretion of the growth hormone at the child hole will continue the growth of the limb bones as the person become a giant، كأنه عملاق زي الصورتين اللي قدامي دول يا شباب، انا ده مش بقى degeneration ده dwarf. جيجناتيزم، تمام، انا بقى جيجناتيزم لا انكريز. لا يا بنتي انت مش degeneration، degeneration ده اللي هو اقل من يعني 60 70 سم. انا انكريز اقل ولا اعلى؟ انت طولك كام سنتي يا عائشه؟ 174. 174. حضرتك عاديه عاديه وقصيره كمان، عادي بالنسبه للبنات والولاد اكيد انت قصيره. ماشي مش قوي بس تمام. امال حضرتك؟ انا 156 يعني انا متر ونص. انا برضو مش دراماتيزم، لا الموضوع ده موضوع خلل فعلا. شفتوا يا اولاد الاقزام ولا ما شفتوهاش؟ اللي هو يعني يبقى طويل قوي او قصير قوي، احنا في الوسط بقى يعني، احنا لا احنا في عادي، احنا الميد. الهرمون بتاعنا كويس ونسبته كويسه. بس انا شفت الاقزام يا مس اللي في سنو وايت. اه لسه هي هقول الاقزام اللي في. تمام، انا شفت اكبر راجل في العالم ده اللي هو الطويل ده. ايوه ممكن ده يكون عنده، هو بقى عنده هرمون ديسوردد. عالي قوي. طيب تعالي نشوف what happened اللي تحت. بيقولي what happened if the secretion of the growth hormone is decreased in the child hold. مين يجاوب لي على السؤال ده بقى؟ انا لسه شرحاه. اللي هيبقى هيحصل لو هيبقى عندي دورف قلب يا مس، هيبقى قصير، هيبقى قزم اللي هو أقزام كده، بس مش هيبقى قصير، عشان احنا عرفنا ان الشورت والطول ده بيبقى هينزل جيناتيك بناخده من الاهل. دورف، هيبقى قزمة. اه بيبقى دوارم. تمام، او دوارزم. طيب رقم 2 عند حد تاني بيقول secretion of the growth hormone is increase. اللي هيحصل يجنتيزم، هيبقى جنتيزم. هيحصل يعني هي ال هيزيد، increase عارفه هيبقى جاينت، هيبقى جاينت، هيبقى عنده هيبقى جاينت. تمام، لغايه دلوقتي اي هيبقى حد عنده عنده حمص. مشكله كده لغاية دلوقتي تمام، في السليم. انا هوقف لغايه هنا. لغاية اي دلوقتي، حد لغاية دلوقتي كل حاجة سهلة الحمد لله. الحمد لله يا رب الحمد كده. لله. اعملوا حسابكم ان الحصه الجايه اول 5 دقايق هسال في اللي فات. الليسون ده محتاج تركيز ومحتاج اسئله عشان الاسماء. هو سويت جاي معلش هقول دلوقتي، هقول الهوم ورك لغايه 9 في التشويس. تمام. ثانية تبقى مش هو الدرس سهل بس الصور اللي فيه مش سهلة أوي. معلش تغاضى عن الصور بس شويه، ولغايه 8 في هو التشويس. ممكن يجي أسئلة يجيب لنا صورة جلاند فيه واحنا نقول اسمها؟ يعني لا ما اعتقدش، بس خلاص انت عرفتي هو اسم ممكن يمس الباتري جلاند اهي، هي تو لوب. يعني لو رسم لك الصوره دي انت عرفتي ان خلاص ان دي الباتري جلاند، او قال لك ان الجلاند شاور لك تحت المخ، انت عارفه مكانها تحت البرين، هي الباتري جلاند برضو. يمس هو هاي هو ممكن يجي ويقول لنا نرسم جلاند من الجلاندة. لا 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 ترسم، لا على فكرة يمس الدرس مش طويل قوي يعني، يعني طبيعي مش طويل. ماشي ماشي خلاص، علمتوا على الهوم ورك ورايا. حد بس يبعته على الجروب. الغاز نمبر ابعتوه 9 في عشان الشوز. انا ما خدتش بالي اصلا. انا هبعت الناين في الشوز ده 9 صح؟ التشوز والترو والفولس، الترو والفولس لغاية 9.
نخلي بالنا احنا خدنا لغاية هنا، ده الملخص بتاع اللي اخدناه النهاردة، تمام. ده الملخص يعني انا مش هذاكر الملخص ولا اذاكر ايه؟ الاثنين. بص على الاثنين يعني، ذاكر الاول من الكلام، وادي الملخص بتاع الملخص بتاعك، هو قايل لك الهرمون هو بيشتغل على ايه. اوكي تمام. اوكي لغاية دلوقتي أي حد عنده مشكلة؟ ماشي يا حبايبي، لا يلا لا مع بس مفيش اي مشكلة. ماشي، مع يلا السلامة. بس المشكلة الوحيدة هي الصوت. يلا سلامة. سلام.